طرح مرشح من الإخوان لابد أن يرتبط بتوافق مع كل السلفيين الذين لا يؤيدون الشيخ حازم أبو إسماعيل، وهم كتير مش قليلين على فكرة. يعني حازم أبو إسماعيل قاعدته الحقيقية، مش هتكلم بجد، يعني قاعدته الشعبية من المصريين العاديين أكثر من قاعدته السلفية. ففي جزء كبير من السلفيين ليسوا معه، بما في حزب النور نفسه، قياده حزب النور، وجزء كبير. خليني اقول انه كمان، معلش، احنا متابعه المرشح حازم صلاح اسماعيل بيقول انه على خلاف تصحيح قيادات الاحزاب السلفيه، فالقواعد في الاحزاب دي مياله له وتؤيده. يعني احنا مختلفين في التصريح الرسمي من القيادات، انما كمان الاحزاب السلفيه قواعدها فيها لا، ما بقول لك، هو عنده تأييد القطاع، بس هو في حدود حتى الان وفقا للقياسات في حدود 30-40%. في جزء من القواعد لو ما فيش مرشح تاني بديل مقنع هيبقوا مع حزم واسماعيل، ودي نفس مشكله الاخوان.